ونرحب بالفنان المبدع والجراح الماهر لأول مرة في الظهيرة الدكتور علاء بشير. أهلا وسهلا بك والحمد لله على السلامة. شكرا جزيلا، شكرا لقناة الشرقية وجميع الكوادر، شكرا جزيلا. أول شيء أنا سعيدة أنه ألتقي بك وجها لوجه، يعني أتابع حضرتك، أسمع عنك، أقرأ عنك، لكن اليوم يتحقق هذا الحلم بلقاء حضرتك وجها لوجه في الظهيرة. شكرا. وهناك الكثير اللي نتحدث عنه اليوم، نسيان، يعني كانت هناك إجابات مقتضبة أو قصيرة، اليوم إحنا نتكلم عنها بهذا اللقاء بشيء من التفصيل. هناك من قال بأنه هذا المعرض هو أهم معرض للفنان علاء بشير، اللي هو جاء بعد 50 عاما من المثابرة والجهد والإبداع والمعارض، وأسميته نسيان، وكل الضيوف أكدوا على أنه هو ذكرهم بهواي أشياء. نحن لما نذكر النسيان زين بالضرورة توجد ذاكرة. إذا ما يعني عدم وجود ذاكرة لا يوجد نسيان، فهذا هو يعني النسيان، يعني مثل عملية التئام الجرح. يعني إذا في جرح بالجسم تصير عملية التئام الجرح، والنسيان هو مشابه أو مرادف لعملية النسيان بالنفس. يعني واحد من طرق الشفاء؟ أكيد. فالنسيان أحيانا الإنسان ما يقدر ينسى، بس هو يعني تكوين الإنسان، خلق الإنسان، أعتقد يعني جزء من هذا شفاء للجروح النفسية. فمن هنا جاء النسيان. نعم. المبادرة كانت من حضر، يعني أنت أصرت يكون في دبي أم المؤسسة هي دعت، كانت مبادرة أن تحتضن معرضك؟ والله دعوني أنه أعرض هنا، مبادرة طيبة من عندهم جت عرضت. تستحق أكيد. طيب، كل اللوحات وعلى مدى مسيرتك دائما يقولون أنت تذهب من الشأن الخاص إلى الشأن العام. في لوحات بالفعل كانت هي شأن خاص لم تعرضها؟ هو ما اعتقد اكو يعني حد فاصل بين الشأن الخاص والعام. نعم. يعني احنا خلينا هذا المواصفات، بس الحقيقه الانسان لما يعيش، نعم، هو بالضروره يعني هو كل شيء عام، لانه ما دام هو. هل تتصور بانه كل الاشخاص يتماهون مع الشأن العام؟ يعني لا، هو مجبر الانسان يعيش الشأن العام، لانه الانسان ما يعني ما يشبه الحيوان. الانسان يعيش في مجتمع. نعم. فلما قدر الى ان يعيش في مجتمع، نعم، انتهى الموضوع، يعني هو لازم جزء كبير من افكاره وسلوكه يتاثر بالشأن العام. تصور مع الفنانين اكثر باعتبارهم لهم هم يعني يعتبرون قاده في المجتمع، يعني يعبرون خلال فنهم مثل اي احد، لكن هم لهم الحصه الاكبر ممكن في جلب انتباه الناس الى شؤون العامه والتاكيد عليها، وربما تكون هناك رساله او خطاب، مو صحيح؟ السؤال مع حضرتك يعني يدفعنا نفكر. انت قلت الانسان والمجتمع. نعم. فهو يعني ما اعتقد اكو تعريف متفق عليه للإنسان. من هو الإنسان؟ نعم. يعني تعريف الإنسان، يعني لا يوجد تعريف متفق عليه عن تشخيص الإنسان، يعني توصيف واضح، يعني تشخيص. من هو الإنسان؟ نعم. هل هو التكوين البيولوجي مالته أو التطور الأنثروبولوجي مالته؟ نعم. أو نظرة الدين لخلق الإنسان. نعم. أو تكوين الجين للإنسان. نعم. اللي هو 3.5 مليار جينز. نعم. أو قدرة الوعي والإدراك للإنسان يقاس عليها. يعني لا يوجد تعريف يعني حقيقة واضح متفق عليه للإنسان. نعم. وكذلك اللي تفضلتي عليه مثل وسيلة التعبير عند الفنان، وسيلة التعبير هي أما الرسم، نحت، أو الشعر، أو أي شيء آخر. نعم. فأيضا يعني الفن كفن أيضا لا يوجد تعريف
متفق عليه للفهم. نعم. شنو هو الفهم؟ أو شنو نتاج الفن؟ أيضا نتاج الفن غير متفق عليه. نعم. نتاج الفن. بس أنا أعتقد رأيي الشخصي يعني قيمة الفن تقع في مضمونه، في مضمون النتاج مالته. نعم. يعني توصلت إلى هذا النتيجة. النتيجة. إنه قيمة الفن تقع في مضمون الفن. ممتاز. هذا. ممتاز. يعني رحلة طويلة وكلها ما شاء الله يعني حافلة طبيا وفنيا، في سلة مهملات دائما عندنا بالذاكرة أيضا، شو تحب تخلي بيها؟ في ذكريات حلوة احنا ما نقدر ننساها، لكن أحيانا يعني دا أرجع على فكرة النسيان الأولى، وفي سلة مهملات، فدكتور علاء بشير أيهما أكثر، ذكريات أم ما تضعه تسوي له ديليت وتخليه بسلة المهملات؟ زين، السؤال مالتك يعني ممكن أجاوب عليه إذا سمحتي بهاي الطريقة. تفضل. أولاً الإنسان ما اختار وجوده بالحياة، يعني هو شاف نفسه موجود. نعم. فما عنده اختيار في هذا الوجود. نعم. فأنا أصور الحياة مثل قطار سريع، الإنسان أدرك في لحظة من اللحظات أنه راكب في هذا القطار. نعم. أما سبب ليش هو موجود هنا ما يعرفه، وين رايح أيضا ما يعرفه، زين السبب وجوده في هذا القطار أيضا ما يعرفه. نعم. فهو يعني جالس في هاي العربة من هذا القطار السريع في رحلة، في رحلة. فصوري في هذا القطار أكو مقاعد اتجاهها باتجاه القطار. نعم. ومقاعد أخرى زين بالاتجاه الآخر، يعني ينظر كل إلى واحد والوجهة مالته ينظر يعني. إلى الماضي. نعم. وهذا ينظر إلى المستقبل. نعم. ففي ناس قسم عندهم عندنا القدرة أن هو يتقدم إلى الأمام مع القطار. نعم. بس أمامه مرآة. نعم. مرآة يشوف الماضي مالته، يعني يتقدم للأمام بس في نفس الوقت هو يشوف الماضي. أكو شخص لا يشوف فقط الماضي. وفي ناس أظن هو ما ينظر من خلال النافذة، يعني النافذة مغلوقة وعايش في القطار هذا، فيركز كل اهتمامه على وجوده في هذا القطار الموجود، ما ينظر للماضي. أي. تفضل. فهاي المشكلة. فهو لا يقدر، الإنسان غير قادر. يعني هذا وهم، إذا يريد يتخلص من الماضي مالته وهم. نعم. إذا يريد يقرر المستقبل مالته ربما يختار بعض الأشياء، بس هو بالنتيجة كلها أوهام. يعني الماضي، الحاضر، المستقبل، هو كله وهم. صحيح. وهم. إحنا شعب دائما يحن للماضي، يعني أنا أشوف من خلال يوم سوشيال ميديا إذا تخليت، يعني بغض النظر عن أي مرحلة هو يحن لها، يعني كل واحد وعمره أي مرحلة يحن لها، قسم يحن للخمسينات، الحكم الملكي، الحكم الجمهوري، هاي ما خاص بها، لكن يعني مثل ما ذكرت حضرتك في ناس متشبثة بالماضي، فشو نقول لهم إحنا؟ أنت حضرتك الآن فسرتها إنه في ناس دائما عايشة بالماضي مدى تتقدم خطوة، في ناس لا بالحاضر وغالقة عليها كل شيء، وفي ناس تنظر إلى المستقبل. ما قلت لك هم يعني هو اختار الجلوس في هذا القطار يعني عكس سير القطار. نعم. فما يشوف المستقبل، هو يشوف الماضي، ما يقدر، غير قادر أن يشوف المستقبل، غير قادر، أو صعب عليه المساهمة بالمستقبل، صعب عليه، أو عنده إحباطات كثيرة بالحاضر. نعم. فهروب، الهروب من الحاضر ما يقدر يشوف هذا أخطر شيء، المستقبل فيهرب من الماضي. نعم. هذا أخطر شيء من واحد يفكر بهذا التفكير، إنه بس ينظر إلى الماضي وعايش به. يعني هو ظروف الإنسان أيضا تتحكم بالأفكار مالته. نعم. يعني ظروفه الشخصية، ظروفه العائلية، ظروف المجتمع اللي بيعيش به، يعني نعم. بيجبر الإنسان يعني
يعني احيانا الانسان ما عنده خيار، هو ما يقدر يختار، خاصه الانسان، الانسان يجب يعني عليه يعني مجبر ان يعيش في المجتمع، يعيش بالمجتمع، فجزء كبير من المستقبل مالته يتحكم به المجتمع اللي يعيش به. مشكله كبيره يعني. يعني الانسان هو يدعي انه حر، بس بالحقيقه هو مو حر، يعني ابدا ما يكون حر. نعم ابدا. صحيح، خاصه في مجتمعاتنا العربيه. احنا المجتمع طبعا خاصه. جتك هوايه عروض مغريه بامريكا وبريطانيا، انه هناك تروح يعني كعمل، لكن انت تمسكت، ما تقدر تعيش الا في بيئه عربيه، الا في مجتمع عربي؟ والله ما اعرف هذا يعني جواب دقيق لسؤال حضرتك. ما عندي جواب يعني. يمكن السبب الوحيد هو أنا عندي أصدقاء. نعم. أصدقاء يعني بهالمناطق هذه. وأنا أعتقد يعني الصديق يعني هو الوطن الحقيقي. نعم. يعني الإنسان اللي تثقين به هو هذا الوطن. هناك من يقول الصديق وطن عندما تعز الأوطان. فإذا أنت محاط بمجموعة من الأصدقاء تعتبرهم وطن بالنسبة لك. أنا أعتبر نفسي إنسان جدا محظوظ، لأنه يعني أصدقائي جميع أصدقائي يعني كل إنسان يتمنى أنه يكون هذول أصدقاء. الحمد لله. كلهم فنانين؟ لا مو كلهم فنانين، بس هم فنانين بأخلاقهم. هذا أهم شيء. طيب رحلة السفر بين الدوحة، حضرتك مقيم بالدوحة والأهل بلندن، هاي السفرة هاي ما يعني المفروض واحد شنو يعني، الله يعطيك الصحة والعافية، أنه يبحث عن الاستقرار يعني بعد 50 سنة من التعب ومن العمل. لا هو أنا يعني العمل مالتي الطبي قللته يعني قليل بالحقيقة، بس لحد الآن تقوم بعمليات تجميل. أي نعم. أي بس معظم العمليات اللي أسويها هي إعادة، يعني بمعنى إعادة مثلا قسم مرضى أو مو مرضى، يعني ناس مسوين عمليات سابقا وعندهم مشاكل يعني تصليح يعني أو تصليح تقريبا. بس هاي أصعب مو صحيح؟ اي طبعا اكيد صعب، يعني من تصير المشكله يجون على حضرتك انت تعدل يعني الوضع الجزء الاكبر هذا. طيب ذا صيتك بالثمانينات القرن الماضي عندما رجعت ايد مبتوره. نعم. مستشفى الواسطي اتصور. صح. ومن ذاك الوقت انت يعني ذا صيتك في اعاده الاطراف المبتوره، توقفت عنها يعني لانه انت تقولها سؤال، انت مختصص بس بانه تستقبل حالات تعالجها من الاخطاء الطبيه. هذاك الاختصاص يحتاج الى يعني الى وضع خاص ايضا، يعني لازم انت محاطه بناس يعني اخرين ايضا يتابعون هاي العمليات. نعم. العمليات يعني يحتاج لها جهد كبير الحقيقه. نعم. هي الان تظهر الان صوره. نعم. هذه هذا كان عامل هنغاري اجى بال 83 انقطعت ايده. الحقيقه قطع يعني قطع مهشم العظام ما ساعد كلها مهشمه، وحتى الشرايين والاورده مالته متهتكه حرجه جدا يعني كانت. اي فاضطريت اخذ اورده من القدم مالته مثل الجسور بين نعم. المهم مشت الامور ما تزي، بس هو هسه موجود في هنغاريا واتصل به واخذنا صور، بعث لي اياها هو وزوجته. اي لحد الان حلو هذا الوفاء. اي زين حلو. راح نشوف مجموعه صور راح تمر على الشاشه، وحابه اسمع منك تعليق عليها بعض هذه الصور. هاي الصوره لمن؟ هذا يعني ما ذكر بياسن، هاي الصوره مالتي بس يعني اعتقد كنت بالابتدائيه. شفنا بالتقرير احفادك الله يخليهم. اي واحد يشبهك من شفت هاي الصوره اللي قبلها حسيت انه في شبه يجوز. وهذه الصوره من
اي هذا الشباب، صورة أي الشباب اعتقد بالكلية كانت اي. منين جايبين انتم الصور هاي؟ دورنا دكتور. هذا حبر على ورق. اي حبر على ورق. نعم. سويت معرض في بغداد كنت 98 270 تخطيط. بس معظمها الخط الواحد، يعني هو خط واحد. نعم. يتحرك يسوي. فكان يعني معرض بوقته مثير، يعني 270 تخطيط لاول مره تكون تكون هذه التجربه. هذه يعني اكيد صوره لحضرتك. هاي ما اتذكر. اكو اطفال كانوا يجون يلعبون بالمطبخ، وقسم من عندهم تنقطع اصابعه يجون. اذا بالمستشفى هاي يعني؟ هاي بالمستشفى. اي هذا معرض سويته بنوتنغهام اعتقد. نعم. أي. هذا أنا والمرحوم محمد سعيد الكبير محمد غني حكمة بالاستديو مالته. نعم. في بغداد المنصور. هذه أيضا في ورشة. أي هاي فنان مشهور أحمد مظهر بالسويد. نعم. هذه مع دكتور كمال، هذا أحد طلابي في بس اسمه جراح، كان ضيفنا جراح في حلقة سابقة. نعم هو أيضا موجود في الدوحة. هذا اكيد معرض حضرتك. هذا اي معرض في الدوحه. نعم. هذه من صاله العمليات. اي هذول صور قديمه والله ما اعرف منين جايبيها انتم هاي. سوين بحث دقيق. هذا ويا دكتور علي الجاف الله يرحمه، توفى من اقرب اصدقائي. الله يرحمه. ودكتور لبيب السمرائي هسه هو استاذ جراحه التجميل في لوس انجلوس في امريكا. والطفل ما بتتذكر من هذا الطفل؟ هذا سومر صغير هسه كبير وعنده ولد اثنين وابنين. ابن حضرتك؟ اي سومر، حلو اسم سومر. سومر اي. وعندك ابنك مو صحيح؟ عندك سومر وعندك منو؟ سومر وتحسين ومحمد وآمنة. ما شاء الله. هذا أكيد من صالة العمليات. صالة العمليات. بكل مرحلة شكل. فإحنا بدينا من أنت صغير لحد ولحد الآن. هذه مجموعة صور أكيد معارض حضرتك. اي هذا المعرض اعتقد كان هنا بدبي يمكن واحد عندهم. في دبي في عدد كبير من الفنانين التشكيليين العراقيين. ايوه ممتازين طبعا. نعم موجودين. دكتور احمد عبد المجيد طبعا الغني عن تعريف. اي اكيد صح. فاكيد كان هذا النسيان اكيد جمعهم كلهم. اي معظمهم اجوا هنا اكيد. هذه في هذه صور طبعا زي ما شاء الله فوزي عندكم كولكشن مال اللوحات. الكراسي سويت معرض ب 93. نعم معرض يعني عدد كبير من اللوحات عن الكراسي اللي هو المكان يعني. نعم. هذا كان عندك نصبين بالعراق، هذا ملجأ العامرية والثاني اللقاء. هذا ملجأ العامرية. أي. الأول اي نصب اللقاء اللي يعني أزيل للأسف. هدموه. وأنا دا أقرب سيرة حضرتك، يعني أنا سميتك الفنان الحر. أنت بكل أعمالك حر، مطلق الحرية لك، حتى هذه النصب أنت لم تكن يعني هي أفكارك وضعتها مثل ما هي دون تدخل وبدون أي شيء. لا صحيح. فحلو من فنان يتمتع بهذه الحرية.
هذا كنت شاهد على المجرى العمريه بعد ساعتين من الحدث القصف رحت وشفت الجثث يعني متفحمه يعني كلها مثل فحم كانوا يطلعوها. يعني شفتها بام عينك يعني؟ اي طبعا يعني هذا سويته من المشاهد مالتي من المجرى العمريه. وهذا يعني الان صرت صراخ الناس لانه اكثرهم امهات عوائل. نعم. ويا اطفالهم موجودين. ف يعني صورت الصراخ مات الاطفال والامهات. نعم. بهذاك الوقت يعني مأساة هي كانت مأساة يعني كبيرة كل ما تعنيه. أيه. الكلمة. اي الشؤون الانسانية اليوم اللي تستوقفك اكثرها؟ شنو الاولوية؟ الأولوية؟ نعم. شؤون الناس؟ يعني بأي شأن إنساني تشوفه أنه إلى أولوية عند دكتور علاء بشير توليه اهتمام آخر؟ حقوق يعني المرأة. حقوق المرأة. ممتاز. يعني أنا أتمنى يعني أنا برأيي. نعم. برأيي يعني المرأة لازم هي تتبوأ المناصب المهمة بالدولة. يعني رئيس جمهورية، رئيس وزراء، رئيس البرلمان، يجب أن تكون مرأة. احنا بتاريخنا عندنا تجربة جميلة مع نزيهة الدليمي، تذكر؟ اي كانت وزيرة بوقتها. لا ما علاقة بهذا الموضوع، بس هو من الناس. لا قصدي انه يعني كان في القبل كان هناك ثقة بقدرات المرأة. اي انا اعتقد لانه المرأة اكثر حرص من الرجل على الاشياء هذه، وتفكر بالمستقبل اكثر. وبالتالي يعني أنا يعني عشت بالتاريخ العراقي المعاصر تقريبا كله وشايف فيه شيء. نعم. المرأة أكثر حرص من الرجل. وإذا شوفين المشاكل التدميرية اللي صارت بالبلد مالتنا. نعم. مصدرها الرجل العراقي. نعم. وليس المرأة العراقية. ف يعني الرجل العراقي هو مسؤول عن كل شيء اللي صار بالعراق. والمرأة العراقية ما اخذت دورها الحقيقي في بناء المجتمع. نعم. وانا متاكد يعني لو اعطيت الفرصة انا اعتقد المرأة العراقية لو اتيحت لها الفرصة في قيادة العراق، اتكلم عن العراق انا بعرف كل العالم بس ما يخص العراق. نعم. زين؟ اذا المرأة العراقية تعطى يعني الحرية في قيادة البلد، أعتقد الوضع كله يتغير. والله رأيك يحترم، يا ريت يعني يا ريت يتحقق هذا. ومن البداية دليل أنا يعني عندي أعمال كثيرة عن قابيل وهابيل. نعم. زين. والغراب هو شاهد على الجريمة الأولى، شاهد على أول جريمة الإنسان، وهو المعلم، أول معلم للإنسان. بس أول جريمة اللي صارت في تاريخ البشرية لما قابيل قتل هابيل هو رجل. نعم. وليست امرأة. فأول مجرم بالتاريخ هو الرجل وليس المرأة. نعم. يعني هذا أيضا إشارة قوية إلى أن يعني أكو فرق كبير بين المرأة والرجل. نعم. إن شاء الله يعني يتحقق اللي تقول. إحنا كنا طبعا دائما إحنا نقول إنه أعطوا المرأة مكانتها وجربوا تجربتها، يعني هي تجربة ممكن تنجح بها، اذا نجحت اوكي. ودول العالم كثير من التجارب للنساء في القياده تفشل. حتى المراه لو فشلت. نعم. فما اعتقد يعني راح يصير أسوأ من الرجل بكل الاحوال. يعني اللي راح تسويه ما راح يصير أسوأ من الرجل، مستحيل، لان الرجل سوى تدمير تام بكل شيء. والله شكرا على هاي الثقه بالنساء. ها اقول لك شكرا على هاي الثقه بالنساء، بس يا ريت صوتك ينسمع. لا هي الحقيقه هي يعني هي بالاضافه لها الى دور بالحياه أكبر بكثير من الرجل. أنا هذا رأيي الشخصي، يعني توصلت إلى هاي يعني. رأيك راح يسعد الكثير من النساء أكيد يعني. إحنا رجعنا على الصور. لو فكرت في اعتزال، يعني راح تعتزل الجراحة أم التشكيل؟ لو يعني خطر ببالك. لا أكيد الجراحة. الجراحة تعتزل. إيه والطب. أنا الحقيقة ما كان في مخيلتي ولا طموحي أن أروح إلى طب أبدا نهائيا، يعني نهائيا ما أجل، بس لأسباب كثيرة. شلون تغيرت الوجهة؟ والدتي الله يرحمها يعني الولد الوحيد عند أهلي كنت. نعم. فهي ما رادت يعني
انه تتجه للفن؟ اروح لا اروح كان عندي بعثه لامريكا، ويعني هي نفسيا ما كانت يعني انه تبعد عنها. اي فبقيت هناك. فالخيار صار والدي الله يرحمه كان ضابط بالشرطه. نعم. فبس ما تدخل باختياري ابدا نهائيا. بس قال عندي نصيحه واحده لك. قال ابدا لا تصير موظف بالدوله. نعم. اي فقلت له ليش؟ قال اذا تصير موظف بالدوله فراح تتعذب نفسيا كثير. يعني راح يجي المدير مالتك او الوزير انسان غبي. زين؟ بس انت ما تقدر تجادله. كان عنده رؤيه يعني. فلازم تطيع الشيء اللي يقوله، وانت راح تعيش ماساه داخليه كبيره. نعم. لانه يعني المدير مالتك انسان غبي. فانت لازم تسوي الاشياء اللي تبغاها. يعني تنفذ اوامره. اي. فقال احسن شيء يمكن هذا الطبيب هذا. فرحت لكليه الطب، بس انا يعني قلت ما عندي كان رغبه لكليه الطب. بس الطب فادني بشيء واحد. اللي هو؟ سابقا كان نظريا اني اعيش بالعالم الداخلي مع الانسان. نعم. يعني معجزه الوجود. نعم. الطب يعني قربني اكثر الى عمق الانسان، الى داخل الانسان، معجزه الخلق. هذا يعني 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 ركز اكثر، عمق اكثر. كانوا جت العمليه متكامله المفاهيم المفهوم مالتي عن الخلق. فالطب يعني ساعدني ان ما اعيش بالخارج، يعني مظهر الاشياء. نعم. يعني فقمت اهتم في يعني ما خلف المظهر. نعم. يعني شكل الانسان الخارجي ومظهر مادته وهذا ما يعني يعني الانسان مهم. كجسد وكمشاعر وكوعي وكل شيء يعني حتى التكوين الفيزيولوجي. نعم. التشريحي. الافكار مالت بالداخل يعني معجزه حقيقه معجزه. نعم. اما الجلد والاشياء الشكل الخارجي يعني ما توقف يما ابدا. نعم. صارت. نعم. كنت تكتب مذكراتك يوميا، بعدك على هذه العاده لو وقفتها؟ والله توقفت قسمها، توقفت يعني اعتقد يعني لازم اكتب. لازم تكتب. زين راح تبديها يعني باليوم اللي تقرر به لو ترجع؟ لو يعني يجوز يجوز بالماضي بالحاضر شوف شلون لازم. اهم درس بهاي الحياه؟ نعم. اهم درس بهاي الحياه شنو بعد هاي التجربه الحافله؟ اهم درس بالحياه، انت تسالين اسئله جدا صعبه وصعب الاجوبه مالتها. بس اهم درس. نعم. اهم درس انه لازم دائما اتذكر اكو نهايه للانسان. الرحله تنتهي. لازم. فاذا الانسان يتذكر دائما هو هاي الرحله راح تنتهي في وقت. نعم. من الاوقات. نعم. اعتقد الساعد ان يتغلب على نفسه. يتغلب على الغرائز مالته. يتغلب على نزعة كراهية الآخرين. نعم. أو اغتصاب حق الآخرين. يعني يساعد الإنسان أن تجذب يشذب كثير من همجية الإنسان. يعني جميل هذا الرد. أن الإنسان. لأن الناس دائما عايشة اليومها مثل ما يقولون. صح. بس من تصير كارثة أو تصير شيء مثل. صح. ما حضرتك الآن يعني للأسف الهول المأساة الإنسانية تعيشها تركيا وسوريا، فطلعت الناس كلها بأشياء أنه يذكرون أنه في نهاية للرحلة مثل ما تقول. صح. فإحنا نتمنى أنه هذا يكون حاضر طول الوقت حتى أي لازم الإنسان هذا يصير رادع يعني مثل بريكات. بالضبط. أي. أي. وأهم شيء أنه يترك أثر. الاثر. صح. هاي اهم ما في الموضوع انه يترك اثر، يترك علامه، ما مر هيك مرور الكرام. دكتور علاء جزيل الشكر لحضورك. شكرا جزيلا. ان شاء الله التقيك دائما على الخير. شكرا جزيلا، شكرا لوقتكم، شكرا جزيلا، شكرا. اهلا وسهلا. شكرا. أهلاً.